بين الهمة والنشاط تتسارع تلك الخطى منذ ما يزيد على 14 عاماً بهدف القضاء على وباء فتاك هدد البلاد شعباً واقتصاداً. في 2006 جائحة إنفلونزا الطيور عملت خسائر كبيرة جداً. بس أنا أصلاً عندي الطيور على السطح فوق. إغلاق حدائق الحيوان. لا مش خايفة لأن هم دول اللي بنصرف على بيوتنا منهم وبنأكل عيالنا منهم. انا عارفه ان في انفلونزا طيور انما طالما ما فيش ضرر ومحصنه طيور وحلوه طيور هعمل فيهم ايه؟ اذبحهم. وحدثت الوفاه. لكن رب همه احيت امه. يشق ضوء الصباح عنان سماء القاهره ومن قلبها النابض يبدأ خبراء مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود ECTAD بصحبة خبراء الهيئة العامة للخدمات البيطرية يوماً جديداً في مهمة إنقاذ أرواح من الطيور والبشر على حد سواء. على بعد 100 كيلومتر جنوبي غرب القاهرة تقع أكبر واحة طبيعية في إقليم شمال صعيد مصر، محافظة الفيوم، مقصد ملايين الطيور المهاجرة كل عام. ورغم هذا الجمال إلا أن ثروتها الداجنة أوجعتها معدلات الإصابة بإنفلونزا الطيور. كان لشفافية الحكومة المصرية في تبادل المعلومات مع المنظمات الدولية دوراً هاماً في دراسة الموقف الوبائي ورصد آخر مستجداته على الخريطة العالمية، فأنشأت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مركز ECTAD كمحور للسيطرة على الأمراض العابرة للحدود. وكان في سرعة في استجابة من مكتب ECTAD والدعم للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وده ساعد في السيطرة على الوضع ووقف انتشار المرض. هدفنا الرئيسي إن إحنا نكون نرفع كفاءة الأطباء البيطريين العاملين في الحقل على كل المستويات. وده ساعد الطرفين اللي بيعملوا يداً بيد للقضاء على العديد من الأمراض بمصر. ولأن كل مريض قد يحمل طبيبه بداخله، حملت الفيوم فرق الاستجابة السريعة للتعامل الفوري مع بلاغات الاشتباه. فراخ الدين تعرف إن جالها مرض إنفلونزا الطيور، والمرض ده خطير ومعدي وبيتنقل للبني آدمين، عشان كده إحنا لازم نتخلص منه. ينتصف النهار وتسطع الشمس على مهد العديد من الزعماء والقادة التاريخيين. الشرقية، محافظة الزراعة، والخيل الأصيل. رغم ارتفاع كثافة السكان وانتشار تربية الدواجن، نجح برنامج الوقاية من التعرض للفيروس في خفض نسب الإصابة بين البشر. تعلمت من فرق الكهو والأطباء البيطريين والإرشاد إزاي أتعلم طريقة الذبح الآمن، بحيث إن الدم بتاع الفرخة ما يجيش على دومي أو يطرطش حوالين المكان اللي بذبح فيه. ودعم ذلك حملات التوعية بطرق الذبح الآمن للطيور في شتى ربوع مصر. تعلمت من الدكتورة إزاي نتخلص من الأحشاء بالمية المغلية. وعبر منصات التواصل الاجتماعي بثت المنظمة وشركاؤها فيلم رسوم متحركة يشرح ممارسات التربية الصحيحة. كما تم تدريب طواقم الكهو بمديريات الطب البيطرية على إدارة تفشي الوباء بمختلف مواقع التربية. بينما حظي المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بالدعم التقني والفني ليقدم خدماته وفقاً للقياسات العالمية بأحدث نظم الأمن والأمان الحيوي. الموضوع مش قاصر بس على تطوير الأجهزة، لا احنا تطوير كمان بالنسبة للأطباء وتطوير للأداء الأطباء. The gains and the successes that we've all achieved together should be maintained. The next fight against these emerging threats, including AMR. بمساعدة ECTAD بقى عندنا 234 وحدة إبيديميولوجي، وحدة تقصي للأمراض، متوزعة على 27 محافظة. بنستهدف كل القطاعات، أسواق الطيور الحية والمزارع والتربية المنزلية، بهدف الكشف المبكر عن أي بؤر مرضية. وفي شرق الدلتا، مدينة الجمال، المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، كان في الانتظار مهام كبرى للوفاء بها. وحدة الترصد الوبائي قيمة مضافة في محافظات مصر لمتابعة وتحليل البيانات وتلبية إخطارات المعمل المرجعي والتعامل الفوري مع بؤر الاشتباه.
بين القاهرة والمنيا يتدفق النيل الخالد، ملهم الشعراء وشريان الحياة، يحتضن بضفته محافظة بني سويف. تشهد المحافظة ذات الأهمية الزراعية الكبرى جهداً عظيماً للتأكد من التقصي في الأسواق الشعبية والمنازل والأمن البيولوجي والحجر البيطري والتخلص الآمن من المخلفات. الأمن الحيوي ضروري، لأن الأمن الحيوي هو شرط إلزامي لنجاح أي مشروع داجني. ولدعم صغار المزارعين ركزت الفاو جهودها على أهم خطوة نحو استثمار ناجح. كفوت عمر يوم مكسب وخير يدوم. ويظل إدراك مربي الدواجن لخطورة الفيروس أقصر طريق للحد من انتشاره مفهوم استجاب له الكثير بفضل حملات التوعية. أنا بقي داخل العشة بغير هدومي وغير المداد بتاعي وغير الطرحة وحط كمام على وشي. لم يكن لتطوير المختبرات دور حاسم فقط في الإنذار المبكر والسيطرة على أي سلالة فيروسية ناشئة، بل عزز وضع السلطات البيطرية على الخريطة الدولية باعتماد معهد صحة الحيوان كمعمل مرجعي دولي لتخلو مصر من الإصابات البشرية بإنفلونزا الطيور منذ عام 2017. تم اعتماد المعامل اعتماد دولي طبقاً للمكتب الوطني الاعتماد الإيجاكي اللي في مصر وتبقى للمنظمة العالمية اعتماد اللي هي الإيلاك. وبعيداً عن إنفلونزا الطيور، تعمل الفاو على تنمية مهارات الكوادر البيطرية للتصدي لفيروس ألميرس كورونا. وبالمناسبة دي أنا أقدم بالشكر الجزيل للمعونة الأمريكية لتوفيرها للدعم المستمر لهذا المشروع. فخور وسعيد بالإنجازات التي تمت حتى الآن، سواء كانت في بناء قدرات، رفع الوعي العام، أو تقديم أي خدمات مباشرة للمستفيدين والمربيين في المحافظات زي ما شفنا. يبقى الطبيب البيطري خط الدفاع الأول ضد الأمراض الوبائية والمعدية. وبسبب ترابط صحة الحيوان والبشر والنبات والبيئة، ولد من رحم تلك الأزمة نهج الصحة الواحدة ليشكل منصة لتبادل المعلومات حول الأوبئة ودرعاً يقي بتوصياته من انتشارها.